مساء الخير. انا عملت حلقه دلوقتي بعنوان رمضان والسيسي وكريستي فونيس. طبعا انا بنقد فيها حاجات، لكن اللي انا عايز اركز عليه ان انا مش ايه الفرق بيني وبين ابراهيم عيسى، استاذ ابراهيم عيسى، استاذ خالد منتصر، الاساتذه كل دول يعني اخد بالك ان هم مؤدلجين. انا بتهمهم ان هم مؤدلجين. مؤدلجين يعني ايه؟ يعني بيرادوا المجموعه، القطيع، برضو القطيع اللي هو بيفتح دماغه بيشوف حاجات غلط في حته تانية وبيغمى عينيه عن حاجه زي كده. انا انقع بنفسي ان انا اعمل ده، وانا بصراحه برضو بدي حق استاذ كاف غير، لان انا احط هنا بعض الحاجات اللي هو قال عليها انا اختلف معاه في حاجات. هو طبعا احنا في قطيعين في مصر مؤدلجين وبينتهكوا حق الانسان وعندهم بلاده حس. يعني انا راجل علماني، ما تشوفوا لي شغل انا اترفدت يا عم يعمل الحلقه واتكلم عني انا، انا واحد بسيط. لا ما يعملش ده. هم ناس مؤدلجين يعني ليهم سياسات واجندات خاصه، فانا لا احتقرهم. يعني انا قلت اساتذه لكن انا احتقرهم ولا ما بتابعش حد فيهم. انا تابعته حتى من استاذ كافغين ان هو بيتكلم قال حاجه ان هو يعني ان احنا التراث بتاعنا جامد وكده في الخلفيه بتاعتي، فمع حق طبعا، ولكن هو بيتجاهل الناحيه الثانيه. بصراحه استاذ كاف غين رد عليه وقال ان احنا عند خلفيه اورثوذكس، فبيقول ان هم بيقولوا ان في معجزات هي الدين الاساسيه القويمه. فالمشكله واحده، المشكله واحده، المشكله ان احنا مجتمع رايح. تابعوا حلقتي رمضان وسيسي وكريستوفنيس، تابعوا الحلقه دي، وبتمنى ان انتم تزودوا المشاهده والاشتراك ويعجبكم الحاجات يعني وكده. وبتمنى يعني الناس برضو اللي واحد كده بيخش وبيطلع، اتمنى ان انت يعجبك الحاجات وتعمل اشتراك بقى وتثبت على الاشتراك ده. واتمنى ان احنا دايما نكون احرار مؤدلجين. انا ما باخدش حاجه من حد، لكن بتكلم حسب ضميري ما يمليه عليه ضميري. احط حاجات هلا استاذ كاف غين، انا بتضايق منك بس في حاجات يعني بصراحه جدا. ان القبطيه، انا ما هي في قضيه عروبه قدامها قبطيه، فنكون محايدين. ده باختصار شديد جدا. كمان انا شايف ان الطفل لازم كل الاطفال يكونوا احرار والعقل حر. شكرا. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك. Thank you.
حاجة 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 حلوة ربنا. بس هل مكبر الصوت ده يعني بهذا الشكل؟ أنا طبعا يعني أنا بعيد عن المكبر دلوقتي لكن مش عارف أتكلم. لكن تخين على شهر رمضان، شهر فيه روحانيات، نتمنى الروحانيات دي يعني إن إحنا نحس بال ما نأذيش حد، حرام نأذي حد، حرام يبقى في حجر في الشارع، وحرام نقطع الطريق، وحرام نأذي حد، نأذي ولادنا. ونصلي تراويح في الجامع بالليل بتحلو القعدة، ايوه يا باشمهندس، ورايا ورايا يا باشمهندس، استفتحنا ملك لله. عندك كده مستر سمك جمبري، الجمبري ده ب 350. احنا مش عايزين فلسفه قال لي سيدي، هو دخل في بداية خط الفلسفة، ولو دخل في الفلسفة وقرأ كتير فيها عقله هيتعب. التعليم الحقيقي هيطلع شخصية صعب السيطرة عليها. ما هو كلامي أنا بس زعيم بتاعنا وكده دخل في خط الفلسفة. اتمنى يعجبكم الحلقات بتاعتي، وتتابعوا وتزودوا يعني تشاركوا يعني وتعجبكم الحاجات، وشكرا جزيلا.